شفناش بيضه ملونه احمر فاصفر فاخضر فاحمر زي اللي احنا بنعملها ده الشمناديم في عصر الاسرات القديمه. كانت امتى يا بسام؟ في بقى كلام، في كلام انها جت في العصر الروماني. في ناس قالت لها علاقه بالديانه برضه والعاده القبطيه الارثوذكسيه المسيحيه المصريه وهكذا. تمام. يبقى عندنا العيش والسمك المملح، وعندنا، وخدي بالك هو كان لازم بالمناسبه، يعني انا في رايي ان هو كان لازم يملح السمك، كان لازم عشان اعداده الكبيره فيحافظ عليه، عدد كبير هيبوظ فيحافظ عليه، فدي طريقه من الطرق اللي نحافظ بيها على السمك وما يبص، وفي وقت تاني كمان ان هو يغير من طعمه شويه. ده على طول يعني. وبعدين السمك انت عارفه ما بيصدق بيعفن يعني بالظبط. اللي هو يعني انت سبتني نص ساعه هي هعفن، وهو يعني زي ما حضرتك قلت هو اعداده كبيره جدا فهو عايز يحافظ عن عليه ظهر لاطول النيل. وقت. وعندك حلاوه اللحم الابيض بتاع نهر النيل بقى، انت عندك طبعا النايل بيرش اللي هو اللي هي سمكه السنه بالمناسبه. انا احب ان انا اقول لكم على سمكه السنه في الهيروغليفيه. كان في سمكه في مصر القديمه اسمها السنه، السنه دي اللي انت بتسميها دلوقتي قشر البياض، وكان بيلاقيها في الجنوب كمان، اللي كان هي بتحب الميه الغريقه الغميقه، فكانت تعيش في الجنوب اكتر، لان الجنوب نهر النيل بيبقى يعني ايه غريق اكتر او عميق اكتر من الدلتا، الدلتا بتبقى مستنقعات اكتر تمام. او مياه شالو يعني مياه ضحله اكتر. فهو حب قوي سنه، وبالمناسبه هو حنط سنه، يعني في سمك عملاق، وسنه على فكره انت عارفه بيوصل ساعات 2 متر و2 متر الا و2 متر وي في بحيره ناصر، تمام. يعني ايوه السمك طبعا بيكبر قوي، بيكبر سمك قوي قشر في البيض بحيره ناصر بالظبط. ساعات بيبقى كده. فهنا بقى النقطه، هنا راح مسميها سنه. في بقى مدينه هو كان بيحبها قوي مصر القديم، وراح مسميها ارض سنه، يعني هو من كتر ما هو عارف ان السمكه دي هو بيحبها وبيقدسها وبتاع، فراح ايه قال ايه دي ارض بتاعه السمكه دي، ارض بالروس يعني طاق، فطاق سنه، طاق سنه اصبحت اسنا. دي اصل اسنا. تسميه اسنا اللي انت بتروحيها بتزوريها دلوقتي، اللي هي مدينه اسنا اسنا. العظيمه اللي هي موجوده في الصعيد، واللي بالمناسبه بدعو كل الناس انها تروح تزور المعبد بتاع اسنا، لان وزاره الاثار نظفت من عليه طبقه السخام وطبقه التراب وطبقه السخام الهلال الاسود، المعبد كانك بنيتيه من جديد، الوان لند حاجه مبهره مبهره، العالم انبهر لما جم المرممين من المصريين والايدي المصريه وراحت شايله السخام، بقى معبد كانك لسه عاملاه النهارده الصبح. انا بدعو الناس كلها تروح تشوف، وعلى فكره ده بيحصل بشكل كبير دلوقتي في بهو الاعمده بتاع معابد الكرنك، كرنك وفي طرف هنا يعني حتت وزيارات جميله قوي لو عندكم اجازات وانتوا جنب خلاص المعابد احنا دي. قربنا على الاجازات ان شاء الله، فبندعو كل اصدقائنا الطلبه ان هم يروحوا ويزوروها، حتى لو ما حدش قادر ان هو يروح محافظه بعيده شويه، لا جيب معلومات عنها وجيب صور عنها واعرف بلدك حتى لو انت بعيد عنها شويه او بعيد عن المكان اللي انت مش قادر تروحه. بصي في مصر في ميزه حلوه قوي في حكايه الاجازات والمروح للحتت الاثريه والحضاريه، عندنا الميزه دي مش موجوده هناك في بلاد بلد. بص تلاقي احنا رايحين كذا اقول لهم ها، يقولوا لي مش عارف 3 ساعات سواقه مش عارف بتاع ايه، انت عندك هنا لو انت في هنا خطوتين هتبقى في معبد دمدار، صح، لو انت في الاقصر طبعا الدنيا كلها عندك، لو انت في اسنا هتلاقي معبد، لو انت في كومونج هتلاقي معبد، لو انت في النوبه هتلاقي معابد، في النوبة أسوان وورا السد وقدام السد وأبو سمبل ودار في حسين وعمدة والدكة وعنبة لا بصي احنا في كل حتة، ما لقيتش معارف هتلاقي متاحف، احنا صح. عندنا أكتر من 50 متحف تقريبا في مصر، احنا عندنا محافظاتنا كلها في كل شارع، كلها كل شارع يا دو يا استاذ بسام، احنا عندنا مكان اثري، مكان سياحي، مكان تاريخي، احنا مصر مليئه وزاخره، بس يعني نحافظ على الكلام ده ونوعي كمان باهميه هذه الاماكن، وازاي كمان الطلبه انها تحافظ على اماكنها السياحيه، لان هم اللي مستمرين، هم اللي هيشيلوا بعد كده، هم اللي هيحافظوا بعد كده، احنا فتره قصيره بنعمل توعيه، لكن هم الاساس، جيل الطلبه والاطفال هم قاده الغد، فاحنا لازم نعمل لهم توعيه. عايز افرحكم بحاجه بالنسبه للطلبه، حضرتك بتذكري الطلبه، هفرحكم بحاجه. اتفضل. انا هفرحكم بان انا في نسبه كبيره جدا من اللي بيحضروا لي المحاضرات التطوعيه بتاعتي للشعب المصري بيبقوا شباب. طبعا. وانا مش عايز اقول لك يعني انا اصحابي اغلبهم هتلاقيهم في السن ده، لكن طبعا. هتلاقي حاجه عجيبه جدا، هتلاقي في دايركت في اتجاه بقاله حوالي 3 4 سنين في اتجاه عظيم في الشعب المصري، ويا ريت نزق الاتجاه ده اكتر في حكايه الذهاب الى الاماكن الاثريه. طبعا ده دور مهم جدا لازم ده نعمله. واضح، ده اتجاه واضح، يعني ده اتجاه. وانا وزاره الشباب والرياضه لما جابوا لي اتحادات
عايزين محاضرة عن الآثار ففي اتجاه على في عطش، يعني عندنا عطش من اطفالنا ان هم يعرفوا المعلومات، ان هم يعرفوا الاماكن. كنا الاول بنقول ماده التاريخ ماده ثقيله جدا على الطالب، ماده مش محببه للطالب. دلوقتي مع تطور السوشيال ميديا ومع وجود مصادر اخرى ان الطالب يدور على المعلومه بطريقه مختلفه عن طريقه المناهج التعليميه، لا قربت الموضوع، حببت الطالب في المنهج التعليمي وفي التاريخ تحديدا، وفي الاسماء اللي كنا بنخاف ان احنا او الطالب مش عارف ان هو يحفظها. اما جينا افتتحنا متحف الحضاره، لا عندنا 22 ملك او اكتر كنا مش عارفين، كان اسمائهم كبيره واسمائهم تقيله، لكن الطلبه في ظرف يوم او يومين بطريقه معينه في السوشيال ميديا وطريقه معينه في وسائل الاعلام قدروا ان هم يحفظوها ويعملوها كغنوه، وعارفين الملك ده والملكه دي وده شكله ايه وده عمل ايه بطريقه سلسه وبسيطه. يبقى احنا النهايه ايه؟ ان احنا نغير طريقتنا معاه. السوشيال ميديا واحنا كلنا عارفين قد ايه هي خففت. انا شخصيا مثلا يعني بقى لي كام سنه كده مع المتطوعين بنعمل فيديوهات دقيقتين ودقيقتين ونص، وبنعلم كله بقى مش تاريخ بس، تاريخ وحضاره وكذا وكذا، وتقول الهيروغليفي ازاي وما تغلطش في كذا وما فيش حاجه اسمها كذا ومش عارف مش حاجه اسمها منحوته باسمه ايه من حته، يعني حتى النطق الصحيح بالهيروغليفيه بداوا يقولوه. انا عندي 10 سنين مروان كان مستضاف على الهواء، فالمذيع بتقول له توت عنخ امون، قال لها توت عنخ ايمن. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا باحتفالاتنا كتير ورب يديم علينا احتفالاتنا، احتفالات اخواتنا الاقباط المسيحيين واحتفالاتنا احنا كمان كم يوم وهنحتفل بعيد الفطر واحتفالنا بشهر رمضان، كلها اعياد يا رب يديمها علينا محبه وسرور وسعاده. ونفر رمبت استاذ بسام، بس سعيده جدا ان انت كنت معايا، واتمنى ان شاء الله يكون في سلسله كده من الحوارات مع حضرتك عشان نعمل هذه التوعيه المميزه اللي نقدر نوصل بيها لاعزائنا الطلبه. ان شاء الله هنرتب مع حضرتك ان شاء الله مع بدايه الـ ان شاء الله الاجازه الصيفيه ان تكون معانا ومشرفنا ومنورنا دايما، ومعلوماتك القيمه ان احنا نوثقها داخل الاذاعه المصريه. بشكرك يا استاذ بسام، شكرا ليك.